قبل كده عملناها ورحنا وصلنا الاكل لحد باب البيت وكانت مقابلتهم على راسي من فوق. ما تيجوا نشوف مع بعض كده لما رحنا وصلنا الاكل المره اللي فاتت وكان غداهم عندنا كانت مقابلتهم عامله ازاي ومفاجاتنا ليهم كانت عامله ازاي. هنطلع تقرير صغير دلوقتي نشوف حبايبنا اللي احنا رحنا لهم المره اللي فاتت والغدا بتاعهم كان عندنا وكسبوا معانا من اكتر واحده عملت شير كانت ساره احمد. تعالوا نشوف كده ساره احمد كانت عامله ازاي وكانت استقبلتنا ازاي ووصلنا لها الاكل ازاي. يلا بينا نشوف التقرير ونرجع تاني نكمل حلقتنا. دلوقتي رايحين في الطريق علشان نودي الاكل لساره. احنا وصلنا عند بيت ساره احمد، هي ما تعرفش ان انا جايه، لسه قدام البيت اهو حالا وهننزل دلوقتي ونشوف بقى ايه اللي هيحصل. مش عايزين الاكل ولا عايزينك انت. يا حبيبتي الله يسعدك يا رب. ساره اللي كسبت معانا النهارده عملت شيء قد ايه؟ انا عملت شيء كتير قوي ما يتعدش اساسا، انا عملت كل الناس. يا حبيبتي تسلمي لنا. انا اول مره اعمل في مسابقه بس كنت ما بعملش عشان ما بسرقش، بيقولوا هم كده كده عارفين الصراحه عارفين مين اللي هيكسبوهم وهيعملوهم. مين بقى؟ قولي لي مين؟ انا بجد بقول البرنامج ده فعلا ساتر وامين، انا ما اعرفهمش خالص. انا بتفرج على البرنامج بس. فضحتونا قوي النهارده، فضحت عيله كامله، احنا بيت عيله. صحتين وعافيه على الحبيبه. والله ما كنتش عمري افكر اشوفك. يا حبيبتي بصي كله من عند ربنا، يعني الحمد لله ان هو يعني جبر بخاطري النهارده انا اللي شفتكم. يعني اللي بتعمليه ده جميل قوي قوي. الله يسعد قلبك. باجي بقى بسمع كده تت تت تت. الله يسعد قلبك. الله يخليك حبيبتي ويديك الصحه، يخليلك اولادك يا رب يا رب. انا اللي مبسوطه بجد والله العظيم النهارده، ربنا يجعل من نصيبي الدعاوي اللي انا خدتها من قلوب زي القلوب الجميله البيضاء اللي انا شفتها النهارده.